بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أما بعد، أعزائي التلاميذ، جدع مشترك أصيل، مرحبا بكم في هذه السلسلة المباركة من سلسلة تقديم دروس الدم والمراجعة في مادة الفقه والمتعلقة بالوحدة الثانية، انحلال الزوجية والحفاظ على حقوق مطلقة. الدرس الأول التطليق، وهو الدرس الثاني عشر. الدرس الثاني العدة والاستبراء، وهو الدرس الرابع عشر. نمر الآن إلى الوضعية التقويمية المتعلقة بهذين الدرسين. يقول نص الوضعية: بعد زواج فاطمة وأحمد الذي دام سنوات، اشتكت فاطمة هجر زوجها وسوء معاملته لها وعدم امتلاكه الكفاءة للقيام بتكاليف الأسرة من إنفاق ورعاية. وبعد نفاد صبرها، قررت رفع دعوى التطليق، فطلقها القاضي. ثارت ثائرة أحمد، فحرم زوجته وأبناءه من حقوقهم، إذ قام بطرد زوجته من بيت الزوجية في فترة العدة التي شرعها الله استبراء لرحمها، حيث قال تعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. سورة الطلاق، جزء من الآية الأولى. نمر الآن إلى فقرة الأسئلة. السؤال الأول يقول: حدد القضية التي تتحدث عنها الوضعية. سؤال ثاني: عرف اصطلاحا كلمة التطليق. سؤال رقم ثلاثة: استخرج من سياق الوضعية سببين من أسباب التطليق، ثم اذكر حالات التطليق. رابعا: انطلاقا مما درست، اذكر أنواع التطليق. خامسا: شرع الله الطلاق عند استعصاء استقرار الحياة الزوجية، ورتب على ذلك أحكاما مرتبطة كالعدة. على ضوء مكتسباتك أجب عما يلي: ألف، عرف العدة وبين حكمها وسببها الوارد في الوضعية، ثم اذكر باقي الأسباب وأنواع العدة. سؤال ب: بين نوع العدة في كل نص قرآني من النصوص التالية، ثم بين الحكمة من تشريعها. النص الأول يقول: قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. النص الثاني قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. النص الثالث قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. السؤال رقم ستة:
ما المصطلح الشرعي الذي يطلق على خلو الرحم من الحمل؟ وبين حكمه واذكر سببه. السؤال السابع، أبرز موقفك ممن يجامع زوجته في زمن الاستبراء. ننتقل الآن إلى حل الوضعية التقويمية. السؤال الأول هو بخصوص تحديد القضية الأساسية للوضعية، فمن خلال قراءة الوضعية يتبين أن القضية الأساسية تتعلق بتفشي المشاكل بين الزوجين وعدم التزام كل منهما بقيم الصبر والتسامح مما أدى بهما إلى الطلاق. السؤال الثاني يخص تعريف مصطلح التطليق. من خلال ما درسناه عرفنا التطليق بأنه التفريق بين الزوجين ويوقعه القاضي، ولهذا يسمى التفريق القضائي. ثالثا، أسباب وحالات التطليق. إذا جوابا على السؤال الثالث الذي هو ذكر سببين من أسباب التطليق انطلاقا من الوضعية، نلاحظ أن فاطمة اشتكت هجر زوجها وسوء معاملته لها، بمعنى أنه يعنفها إما ماديا أو معنويا، وكذلك عدم إنفاقه ورعايته لأسرته. هذا ما ورد في النص، وكلها أسباب أدت إلى التطليق. بقي الآن أن نذكر حالات التطليق. قد يقع التطليق في الحالات التالية: إما التطليق بطلب من أحد الزوجين ويكون بسبب الشقاق عند فشل محاولات الصلح بين الزوجين، وإما أن يكون بسبب العيب المانع من المعاشرة الزوجية سواء من الزوج أو الزوجة، وإما أن يكون التطليق بطلب من الزوجة للأسباب التالية: أولا، إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج، وإما الإضرار بالزوجة بتعنيفها ماديا أو معنويا كما ذكرنا سابقا، أو عدم الإنفاق لأن النفقة هي واجبة على الزوج. الغيبة بمعنى غيبة الزوج لمدة تزيد على السنة، أو استمرار الزوج في إيلاء بعد مرور 4 أشهر ورفض الرجوع إلى فراش الزوجية. السؤال الرابع، أذكر حالات التطليق. التطليق أنواع، إما رجعي وإما بائن، فكل طلاق قادت به المحكمة وهو طلاق بائن إلا في حالة التطليق للإيلاء أو لعدم الإنفاق بسبب إرسال الزوج، وتسري على كل حالات التطليق أحكام الطلاق. فإن كان التطليق رجعيا كالتطليق للإيلاء أو التطليق للإعصار سرت عليه أحكام الطلاق الرجعي، بمعنى أن الزوجين يمكنهما المراجعة دون صداق جديد ودون عقد جديد. أما إذا كان التطليق بائنا كالتطليق بسبب الشقاق أو الضرر أو العيب أو الغيبة، ففي هذه الحالة ينظر إلى الطلقة، فإن كانت أولى أو ثانية صحت المراجعة بين المطلقين، ولكن برضا المطلقة وبعقد جديد وبصداق جديد. وإن كان التطليق بعد الطلقتين السابقتين عد طلقة مكملة للثلاث، لا تصح معها المراجعة بصفة نهائية إلا بعد طلاقها من زوج آخر بعد زواج صحيح كامل. لهذا يقول الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، سورة البقرة الآية 230. الآن سنجيب عن السؤال الخامس، وهو عرف العدة وبين حكمها وسببها الوارد في الوضعية.
ثم اذكر باقي الأسباب وأنواع العدة. إذن كتعريف لغوي للعدة، العدة بكسر العين جمع عدد، وهي لغة الإحصاء، بمعنى أن العدة في التعريف اللغوي هي بمعنى الإحصاء، وهي مأخوذة من العد بمعنى الحساب. لماذا؟ لاشتمالها على عدد الإقراء والأشهر. غالبا يقال عددت الشيء عدة، أي أحصيته إحصاء. أما العدة اصطلاحا فقد عرفها الفقهاء اسم لمدة تتربص فيها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقها أو فراقه لها، إما بالولادة أو بالأقراء أو الأشهر. هناك تعريف آخر، وهي مدة منع المرأة من الزواج لفسخه أو موت الزوج أو طلاقها منه. بقي الآن أن نبين حكم العدة. فحكم العدة هو الوجوب، وذلك باتفاق جميع الفقهاء، لأنهم اتفقوا على وجوب العدة على المرأة عند وجود سبب العدة، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. دليلهم من الكتاب قوله تعالى من سورة البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وكذلك قوله تعالى من سورة الطلاق: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقوله تعالى كذلك من سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. إذن هذه الأدلة كلها من كتاب الله عز وجل. أما من السنة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. ومن الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعية العدة ووجوبها من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا دون نكير من أحد. أما الآن سنبين أسباب العدة، فقد نص الفقهاء على أسباب العدة التالية: أولا الفسخ، والمقصود هنا فسخ عقد المدخول بها، سواء كان بخلع أو لعان أو رضاع أو فسخ بعيب أو إعسار أو اختلاف دين أو غيره. وقد يكون سبب العدة الطلاق، والمقصود طلاق المدخول بها. وقد يكون سبب العدة وفاة الزوج، أي الوفاة بعد زواج صحيح، سواء كانت الوفاة قبل الدخول أم بعده، وسواء كانت ممن تحيض أم لا، بشرط ألا تكون حاملا. ومدة العدة عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة. أما الآن سنبين الحكمة من تشريع العدة. العدة شرعت لمعان وحكم اعتبرها الشارع. ومن الحكم التي ذكرها الفقهاء: أولا العلم ببراءة الرحم، ثاني الحكم تعظيم قدر الزواج وإظهار شرفه، ثالثا تطويل زمان الرجعة للمطلق لعله يندم ويفي فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة، ثم قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزيين والتجمل من التزين والتجمل، ثم الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد والقيام بحق الله الذي أوجبه. الآن سنبين أنواع العدة. فقد فصلت النصوص الشرعية أنواع العدة
بحسب أسبابها، ومن تجب عليهن من النساء. وسنفصل هذه الأنواع. النوع الأول من العدة وهي العدة بالأقراء، وسنعرف معنى القرء لغة. لغة نقول القرء، والقرء هو الوقت، وقد يكون المراد منه الحيض أو الطهر، والجمع أقراء. أما من الناحية الاصطلاحية فقد اختلف الفقهاء في معنى القرء اصطلاحا على قولين. القول الأول أن المراد بالقرء وهو الطهر، وهناك من يقول أي القول الثاني أن المراد بالقرء هو الحيض. والمطلقة التي تحيض ودخل بها زوجها تعتد بعد الطلاق 3 قروء، أي 3 أطهار، بمعنى تحيض وتطهر ثم تحيض وتطهر ثم تحيض وتطهر. وكذلك من أيست من المحيض ثم حاضت قبل انقضاء عدتها استأنفت العدة 3 أطهار. إذن من أنواع العدة كذلك العدة بالأشهر، وهي النوع الثاني. إذن رأينا في النوع الأول العدة بالأقراء، والنوع الثاني هو العدة بالأشهر. وقد اتفق الفقهاء على أن العدة بالأشهر تجب بدلا عن الحيض في المرأة المطلقة أو ما في معناها التي لم ترى دما ليأس أو صغار، أو بلغت سن الحيض أو جاوزته ولم تحض، فعدتها 3 أشهر بنص القرآن الكريم، إذ قال تعالى في سورة الطلاق: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أما التي تأخر عنها الحيض أو لم تميزه فإنها تنتظر 9 أشهر ثم تعتد 3 أشهر. وأما المتوفى عنها غير الحامل فعدتها كما في مدونة الأسرة المادة 132 4 أشهر و10 أيام كاملة. أما النوع الثالث وهي العدة بوضع الحمل، أي أن الحاملة تنقضي عدتها بوضع الحمل أو سقوطه، سواء كانت عن طلاق أم عن وفاة زوجها، لقوله تعالى من سورة الطلاق: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، صدق الله العظيم. أما الآن نمر إلى السؤال السادس الذي يقول: ما المصطلح الشرعي الذي يطلق على خلو الرحم من الحمل؟ وبين حكمه واذكر سببه. إذن المصطلح الشرعي الذي يطلق على خلو الرحم من الحمل هو الاستبراء. والاستبراء تعريفه اللغوي بمعنى الاستقصاء والبحث والكشف عن الأمر الغامض، وقيل طلب البراءة. وبرئة تطلق بإزاء 3 معاني: برئة إذا تخلص، وبرئة إذا تنزه وتباعد، وبرئة إذا أعذر وأنذر. أما اصطلاحا فالاستبراء بمعنى الكشف عن حال الرحم ليعلم هل هي برية من الحمل أو مشغولة به، مراعاة لحفظ الأنساب. وقد عرفه الفقهاء أيضا بأنه تربص المرأة مدة معلومة للتأكد من براءة رحمها من الحمل بسبب الزنا أو الاغتصاب أو الوطئ بالشبهة. إذا تتم للجواب عن السؤال رقم 6 وهو بيان حكم الاستبراء، فحكم الاستبراء واجب كوجوب العدة حفاظا على الأنساب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع حملها، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، والاطمئنان على سلامة الأنساب وعدم اختلاطها، فهو بهذا من مباحث النكاح، وهو داخل تحت قسم الضروري أي حفظ النسل.
الآن سنبين سبب الاستبراء وأحكامه. إذا من أسباب الاستبراء: أولا الزنا، ثم الاغتصاب، ثم الوطء بشبهة. فإذا زنت المرأة طائعة أو اغتصبت أو وطئت وطأ شبهة، يجب عليها أن تستبرئ، وكذا إذا اختطفت وغاب الخاطف بها. إذا بقي السؤال: ما أحكام الاستبراء؟ أحكام الاستبراء كأحكام العدة، لأن الغرض من العدة والاستبراء واحد. فإذا كانت المرأة حاملا ينتهي استبراؤها بوضع الحمل، وإذا كانت غير حامل فاستبراؤها بثلاث حيضات إن كانت ممن تحيض، كما تقدم من أحكام العدة. وكما يحرم نكاح المعتدة والتصريح بخطبتها، كذلك يحرم نكاح المرأة في زمن الاستبراء، وتحرم خطبتها، كما لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته في زمن الاستبراء. وهذا هو الجواب عن السؤال الأخير، الذي هو: أبرز موقفك ممن يجامع زوجته في زمن الاستبراء. إذا موقفي هو أن الذي يجامع زوجته في زمن الاستبراء هو غير جائز، والدليل على ذلك ما ذكرناه سابقا. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، والله المستعان.